بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن سلسلة بسيطة عن العضيات. اخترنا نوع من أنواع العضيات. طبعا هذه العضيات اسمها الأصوات، عضيات الأصوات. راح نتكلم عن التركيب حقها. تركيب عضيات الأصوات عبارة عن امتداد طويلة نسبيا من أقشية الخلايا، تحتوي على مواد خاصة فيها، خلايا معينة، وتوجد موجودة في الحيوان المنوي فقط، وموجودة في بعض المخلوقات الدقيقة الأخرى. وطبعا راح نتكلم عن فائدة هذه الأصوات الموجودة في الحيوان المنوي وموجودة في مخلوقات أخرى على مستوى المخلوقات الميكرو. طبعا الوظيفة تعطي خاصية الحركة للحيوان المنوي. هذه الأصوات عبارة عن خاصية للحركة والدفع الأمامي والورائي والجانبي في المادة السائلة لكي يتحرك الحيوان المنوي بكل سهولة، وبدونها ممكن ما يتحرك أبدا. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، وهي عبارة عن امتدادات طويلة مثل ما تكلمنا نسبيا من أقشية الخلايا، وسهلة جدا يعني وواضحة ما فيها تعقيد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعد الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.